رحلة مبدع هي قصة ألم وأمل. ابتعدت عن وطني غصبا عني، وشاركت بأرب أيدل بمل إرادتي، شاركت بصوتي ليمثل ثقافتي ومثل وطني. أنا عجبني صوتي، أنا بصوت له أكيد. أنت بتغني بقالك فترة، في خبرة وصوت حلو، أنا هديلك صوتي، هعطيك صوتي. أنا كارك الزي اللي كنت لابس له هو اللي أعطاني القوة لأعطي أفضل ما عندي. كل مرحلة عديتها كنت بهديها أنا لكل شخص فارقته غصباً عني، لأحبابي، لأهلي، وأكيد أولادي. كل هدفي هو أن أكون ابتسامة فرح على وجوه أبناء وطني. أحسنت، أنت ضد أهلك صوتوا لي على الرقم 14. أنا عمار محمد من اليمن.